أول شيء سعيدة ومبسوطة أني أحضر ثاني مرة في مهرجان الجونة السينمائي، وأول شيء تحية تقدير وامتنان للأخوان ساويرس على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا التنظيم الجميل وعلى هذا المبنى. السنة الماضية ما كان موجود، كان في مكان آخر تماماً، بس هو يعني هم قالوا أن هم يبغوا يعملوا شيء يضافوا فيه حتى فيغاس، وعن جد كانوا قد كلمتهم، فأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وكيف إجراءات السلامة والأمن اللي متخذينها قد تكون صارمة بعض الأحيان ولكن هي مطلوبة. الكل هنا لابس ماسك، أنت لابس ماسك، أنا كنت لابسة ماسك باي ذا واي بس شفته حاليا. يس. طيب إيش الجديد عند الجين؟ الجديد ما قلته لأحد. طبعا هو اللي المعروف أنه أنا وقعت عقد مع الصباح عشان أدخل عالم التمثيل. الجديد اللي ما صرحت فيه قبل أنه بلشت دروس تمثيل مع أستاذ أكاديمي درس أساتذة كبار قبلي، وحاليا بيشتغل علي وبيشتغل علي هارد وتف صاير معي، بس مو مشكله، مشتغلين بجد حسب ما بيقولوا. انه هو تفاجئ وانا صراحه تفاجأت بنفسي، وان شاء الله القادم راح يكون فيلم راح نبلش تصويره بدايه 2021 في حاله تحسنت الاوضاع. طبعا خليجي، حيكون خليجي بشكل خاص، بس حيكون في شويه جذور عربيه بشكل عام. طيب يعني مع البداية إيش تحبين تبدأين، كوميدي دراما؟ لا ما مش كوميدي دراما، أنا كان عندي رسالة وحتى أنا خبرت صباح جروبز إنه أنا حابة أكون أدعم الومن امباورمنت، المرأة وين ما كانت ممكن تكون قوية ممكن تكون ضعيفة حسب رغبتها، ممكن تستسلم وممكن تكون مصارعة محاربة، فهذا اللي إحنا نبغى ندعمه إن شاء الله.